كيف نوفر المواطن؟ كاين التوفير اللحوم البيضاء، ناكل اللحوم البيضاء والحمراء. أه؟ على تفرض علي البيضاء، ما نفرضش عليك السيدي، السيدي الفاضل ما نفرضش عليك. انا اليوم الا كان اللي ولينا باش نفرض عليك وتفرض عليا والحاجه اللي نشوفوها قل نروحوا للخارج، هذه هي اللي دتنا الواد. كيف توفر لي انا كمقتني اللحوم اخوان الحمراء؟ نعطي لك، نعطيك فضلك رب. اخواننا الموالى اللي راهم في الهضاب العليا من بشار حتى الخنشله، هذا الناس العام يدور يخدموا اللحوم، هذا الناس العام يدور يوجدوا لنا في اللحم وناكلوا. كي يلحق سيدنا رمضان نقولوا ما كفاوش، وكي نقولوا ما كفاوش نلجؤوا للخارج باش نجيبوا من الخارج، وكي نلجا من الخارج باش نروح نمس العمله الصعبه اللي هي كاع نتاع الشعب الجزائري. انا اليوم نروح الا كان اللي حبينا نجيبوا اللحم من الخارج نروح نشريها على الموالى ونعطيهم نصيب من التعم اللي راهم قاعدين ينحرقوا مساكين العام.